ما هو الهيستامين؟ الهيستامين هو مادة كيميائية تطلقها الخلايا الصارية في جهاز المناعة عند تعرضه لأي مسبب من مسببات الحساسية وأعراضها، ويصنف كيميائيا على أنه أمين، ناتج عن إزالة مجموعة الكربوكسيل من الحمض الأميني هيستيدين. ويعرف الأمين على أنه المركب العضوي المحتوي على النيتروجين والمشتق من الأمونيا NH3. تؤثر مستويات الهيستامين العالية جدا أو المشاكل المتعلقة بتحلله بشكل صحيح على وظائف الجسم الطبيعية الأخرى، إذ أن لوجوده عدة وظائف بالغة الأهمية، ومنها أنه يعمل كناقل عصبي حيث ينقل عدة رسائل وإشارات إلى الدماغ. يعتبر الهيستامين أحد مكونات حمض المعدة والذي يساعد على تحليل الطعام خلال عملية الهضم. يعد الهيستامين جزءا من الاستجابة المناعية في الجسم، إذ يطلق كاستجابة للحساسية أو الإصابات. تبدو بعض مسببات الحساسية كحبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات غير ضارة، ولكن قد يعتبرها الجهاز المناعي تهديدا يتطلب الاستجابة، وعندما تكون الاستجابة كبيرة ومبالغا فيها فإن ذلك يؤدي إلى تكون أعراض الحساسية، ويمكن إيقافها عن طريق مضادات الهيستامين من خلال آلية تبدأ باستجابة جهاز المناعة لمسببات الحساسية من خلال إرسال إشارات كيميائية إلى الخلايا الصارية الموجودة في الجلد والرئتين والأنف والفم والأمعاء والدم، مما يؤدي إلى إطلاق الهيستامين منها. يؤدي إطلاق الهيستامين إلى زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المتضررة من مسببات الحساسية، ينتج عن ذلك التهاب، مما يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة لإطلاق بعض المواد الكيميائية التي تتدخل لإصلاح الأمر. يرتبط الهيستامين بمستقبلاته في الجسم. في حالة الحساسية تجاه الطعام، فإن الهيستامين يستجيب بنفس الطريقة لحساسية الأنف، ولكن تأثيره يكون على القناة الهضمية، وتنتج الحساسية عند تناول الأطعمة التي تحتوي على مستوى عال من الهيستامين بشكل طبيعي كالأطعمة المتخمرة، ويضاف لذلك التسمم الناتج عن تناول الأسماك الفاسدة وغير المحفوظة في درجات حرارة آمنة، ويسمى التسمم بهذه الحالة سكومبروتوكسين فيش بوزونينج، والذي من غير المحتمل حدوثه عند الالتزام بالسلامة الغذائية. مضادات الهيستامين. أنتي هيستامين هي أدوية تستخدم لعلاج أعراض الحساسية، وتكون على شكل حبوب أو كبسولات أو سوائل، ويتم من خلالها علاج الأعراض الآتية: سيلان الأنف واحتقانه والحكة الموجودة فيه بالإضافة إلى العطس، انتفاخ القنوات الأنفية، الطفح الجلدي، سيلان الدموع من العيون وحكتها.